كابتن محمود حماده نجم منتخبنا الوطني ونادي فاركو، هو قصه كفاح على فكره. هو من دي كيرنس راح نادي الاولمبي السكندري وانتقل الى عدد من الانديه ما بين المقصه والانتاج الحربي وبيراميدز و استقر بالمقام في نادي فاركو، قدم مستويات رائعه. لما كنت بدردش معاه قبل ما نطلع على الهوا، يعني بيراميدز ولاعب وجايب جوان وماتشات كتيره جدا، قال لي كان الهدف عندي ان انا ابقى في منتخب مصر، وبالتالي كنت عايز ابقى انا الاساسي باستمرار، انا ليا دور باستمرار. انا كان طموحي واملي وحياتي ان انا ابقى في منتخب مصر. كلنا اتفاجئنا انه في المنتخب، لكنه لانه اصراره الداخلي كان انه يبقى لاعب في منتخب مصر، وده اللي حصل معاه. محمود مساء الفل، منورنا ومشرفنا. مساء الفل يا كابتن، وانا اتشرفت بحضرتك وسعيد ان انا معاك. ربنا يخليك. ربنا يخليك محمود. واحنا بنتكلم فبقول لك انت لعبت في بيراميدز حوالي 63 مباراه او اكتر قليلا يعني، فبقول لك بيراميدز وحاجه كبيره وبتلعب وليك تواجد، قلت لي بس انا كنت عايز اروح المنتخب. من هنا كان اختيار فاركو. الفرق في الماديات كبير على ما اظن يعني، والفرق في الاسم كمان، نادي او الطموحات، نادي بيلعب على بطوله ونادي، يمكن فاركو نادي اثبت احترامه في سنتين بشكل غير عادي، الناس كلها احترمته، لكن طريقه تفكيرك كانت عامله ازاي اللي خلاك توصل في النهايه ان انت تبقى لعيب منتخب مصر؟ هو يعني انا طبعا في بيراميدز انا لعبت زي ما حضرتك قلت كده ماتشات كبيره. نعم. بس كان في يعني حاجات مش قادر اطلعها مع النادي. ايوه. لما طبعا رحت فاركو بالاداره اللي موجوده والناس اللي موجوده في النادي، مستر طبعا مستر عز ومستر جون وكابتن عاطف والناس كلها، طبعا ناس قمه في الاحترافيه، قدرت تساعدني ان انا اوصل لده بفكر النادي، باللي انا اخدته من النادي. نعم. تمرين ومدربين وزمايلي ساعدوني، وكل الناس ساعدتني ان انا الحمد لله ده كان هدف عندي، والحمد لله من خلال فاركو قدرت ان انا احقق الهدف ده، وان شاء الله مكمل فيه باذن الله. ان شاء الله. المنتخب يعني كلنا بصراحه عشان اكون امين معاك، يعني فوجئنا انه مش اسمك في المنتخب، انك اساسي في المنتخب. في اسماء بتدخل وبتخرج ما بنحسش بيها، لكن في اسم زي حضرتك دخل عشان يبقى اساسي، يبقى في وسط النجوم الكبار بتوع منتخب مصر. احكي لي بقى اول ما تم ابلاغك انك في المنتخب، احكي لي وصلت ازاي القصه المعلومه وتعاملت ازاي؟ هو انا يعني ما عرفتش اي حاجه لحد القائمه، يعني ما كنتش اعرف اي حاجه ولا اي حد. كانت في قوائم كتير اعلنت قبلها وانت اسمك مش فيها، بس ده قبل فيتوريا. قبل مستر فيتوريا. نعم. اول القائمه مع مستر فيتوريا كنت الحمد لله متواجد فيها، صحابي اللي قالوا لي، يعني ما كنتش اعرف خالص. شايف قروا مثلا على المواقع قبل ما انا اشوفها وبعتوا لي ومبروك وبتاع وكده. اصحابك من داخل الكوره ولا اصحابك خارج الكوره؟ من داخل الكوره وخارج مين الكرة. اول واحد، مين اول لعيب قال لك انت في المنتخب يا محمود؟ كان عبد الله بكري. عبد الله بكري. نعم. اول حد بعت لي كان هو شافها قبلي وبعت لي. فعرفت، فطبعا كنت مبسوط جدا طبعا، يعني فرحت. طبعا. ده حاجه انت بتلعب وبتسعى ليها طول الوقت. كويس. والحمد لله ربنا يعني وفقني ان انا كنت موجود، وبالذات في الفتره اللي موجود فيها مستر فيتوريا. ايوه. فطبعا انا بحاول يعني بحاول اركز معاه جدا في التفاصيل اللي بيتكلم فيها وفي كل حاجه هو بيطلبها. نعم. علشان يكون طبعا انت لا لا لا، انا عايزك. هو اصله حدوته حلوه، يعني انت قريت خلاص وعرفت وفرحت، لكن انت رايح بقى المعسكر بتاع المنتخب. كانت مباراه ايه اول مباراه انت رايح؟ النايجر. دي كانت مباراة ودية. النايجر. يعني استقبال فيتوريا ليك كان شكله عامل ازاي؟ قال لك ايه وهو بيكلمك؟ لانه هي كانت مفاجأة حلوة برضه بالنسبة لك يعني. طبعا. هو قابلنا طبعا، كان بيقابل كل الناس لانه كان أول مرة يشوف الناس كلها، فكان أول تجمع. فأنا فاكر كويس، وقف معايا واتكلم معايا وشد حيلك وأنت جاهز، قلت له طبعا يعني. ده أنا ما صدقت. أيوه. فالحمد لله يعني كنت بركز معاه في اقل تفاصيل بيتكلم فيها، علشان كويس. الحاجات دي تفرق معايا في التمرين وابقى ليا دور. امتى حسيت انك خلاص لك مكانه فنيه عند فيتوري؟ لا هو بصراحه انا ما لا يعني بعد تمرينتين ثلاثه بعد مباراه، اول ما لعبت مثلا الراجل بدا يشيد بيك، فحسيت بقى انه راجل معجب او مقتنع بيك. هو بيتعامل معايا ومع الناس كلها، بيتعامل مع الناس كلها بصوره كويسه جدا وبصوره ايجابيه جدا مع الناس كلها. بس هو مش بيبين اي حاجه. هو مش بيبين اي حاجه. مين ما بيبينش؟ لا هو مش بيبين يعني. ما فيش حاجه بتبان. فطبعا انت بتفضل تتمرن لحد المحاضره، لحد المحاضره بتاعه الماتش انت ما.
فطبعا دي بتفضل عامله منافسه في التمرين وفي كل الوقت، حتى في التفاصيل المحاضرات. نعم. تفضل انت مركز في كل حاجه بحيث ان انت تبقى مركز لحد ما يجي وقت الماتش، تفضل بتركيزك. نعم. ممكن تبقى بره بس انت عارف ان انت ممكن في اي وقت تبقى موجود. سؤالين مهمين. السؤال الاولاني، كيف كان استقبال النجوم ليك، محمد صلاح، تريزيجيه، مصطفى محمد، محمد النني، وكثير من الاسماء النجوم المحترفه في الخارج، كيف كان الاستقبال؟ ده السؤال الاول. لا، استقبال هو انا كل الناس دي لما حضرتك ذكرت اساميهم كلهم طبعا لعيبه كبيره، وتشرفت طبعا باللعب معاهم. اول لما انا وصلت الناس كلها يعني قابلتنا كويس، كل اللعيبه اللي كانت اول مره تنضم. نعم. اتكلموا معانا كويس، وما فيش اي مشكله في اي حاجه، راحتكم خالص، وزي اللي انت بتعمله في النادي اعمله معانا، احنا اخوات وما فيش اي حاجه يعني تعطل اي حد ان هو ما ياخدش راحته يعني. السؤال التاني.